إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا في إطار تقديم المشروع النهائي لنهاية التكوين عن بعد، يسرني ويسعدني أن أقدم إليكم المنتوج التالي. أعزائي عزيزاتي تلميذات وتلاميذ المستوى الثالث ابتدائي، يسعدني أن أقدم إليكم اليوم درسا في مادة النشاط العلمي، موضوعه تنفس الإنسان. عنوان الحصة أعضاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان، والهدف من هذه الحصة هو تعرف أعضاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان. إذن قبل الشروع في الدرس أعزائي عزيزاتي التلميذات والتلاميذ، لا بد أن نتذكر المكتسبات السابقة في الدرس السابق، موضوعه الحركات التنفسية، الشهيق، عمليتي الشهيق والزفير. إذن اكتسبنا أن القفص الصدري يعلو خلال الشهيق فيزداد حجمه، ينخفض القفص الصدري خلال الزفير فينقص حجمه. الحركة التنفسية هي مجموع الشهيق والزفير. تزداد سرعة التنفس عند القيام بمجهود، والتنفس ضروري لحياة الإنسان. إذن من خلال هذه المكتسبات سنركز على حركة الشهيق التي ستكون هي المدخل لحصتنا اليوم. أعزائي التلاميذ، لاحظوا معي هذه الصورة للمشاهدة الباطنية للرئتين. إذن أثناء حركة الشهيق، ما مصير الهواء المستنشق؟ نعم، الهواء المستنشق يصل إلى الرئتين مرورا بأعضاء أخرى. إذن هنا لابد أن نتساءل، ما أعضاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان؟ إذن أولا قبل الجواب على هذا التساؤل، لا بد من طرح فرضيات. الفرضية الأولى، الفم والأنف من أعضاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان. الفرضية الثانية، الرئتان والقصبة الهوائية من أعضاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان. إذن وللتحقق من هاتين الفرضيتين، لا بد من تحليل الوثائق التالية. إذن لاحظوا معي الوثيقة التي تضم هذين الرسمين. إذن أقارن حجم الرئتين وأكتب اسم كل عملية تنفسية. إذن ماذا نلاحظ؟ نعم، نلاحظ تغير حجم الرئتين وحركتهما أثناء كل عملية. إذن لاحظوا الصورة أو الرسم على اليمين، فالحجم القفص الصدري مرتفع أو كبير، وعلى اليسار فهو منخفض، والحجم للرئة في الصورة على اليمين هو حجم كبير، والحجم في حجم الرئة في الصورة الثانية حجمها صغير. إذن ماذا نسمي العملية في الصورة على اليمين؟ نعم، فهي عملية الشهيق. وعلى اليسار ماذا نسمي هذه العملية؟ نعم، فهي عملية الزفير. إذن ركزوا معي أعزائي التلاميذ على هذه الصورة على اليمين، عملية الشهيق التي من خلالها سنتعرف على أعضاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان. إذن أتعرف أعضاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان. إذن خلال عملية الشهيق يدخل الهواء أولا من الأنف. إذن أول عضو من أعضاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان هو الأنف، ثم الحنجرة، ثم الرغامة، ثم القصبة الهوائية، ثم الرئتين، الرئة اليمنى والرئة اليسرى.
والمسار الذي يسلكه الهواء ليصل إلى الرئتين. إذن يدخل أولا عبر الأنف، ثم الحنجرة، ثم الرغامة، ثم القصبتين الهوائيتين ليصل إلى الرئتين. نعم، ولتقريب هذا المسار لعمليتي الشهيق والزفير تابعوا معنا الشريط التالي. إذن نلاحظ عملية الشهيق وعملية الزفير. شهيق وزفير، عملية شهيق وعملية الزفير، عملية شهيق وعملية الزفير. إذن أستنتج أن أعضاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان هي الأنف والحنجرة والرغامة والقصبة الهوائية والرئتان. إذن سنتحقق من الفرضيات السابقة. إذن بالنسبة للفرضية الأولى، قلنا بأن الفم والأنف من أعضاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان. إذن هذه فرضية خاطئة. والفرضية الثانية، قلنا بأن الرئتان والقصبة الهوائية من أعضاء الجهاز التنفسي. نعم، فهذه الفرضية هي صحيحة، فالرئتان والقصبة الهوائية من أعضاء الجهاز التنفسي بالإضافة إلى أعضاء أخرى تعرفنا عليها في الفقرة التي سبقت. إذن أستخلص، يمر الهواء المستنشق خلال التنفس عبر الأنف والحنجرة والرغامة والقصبة الهوائية ليصل إلى الرئتين. إذن تكون هذه الأعضاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان. إذن أستثمر، لاحظوا معي الصورة، فهي تمثل آلة قياس التنفس. إذن يتعرف الطبيب على جودة التنفس باستعمال آلة قياس مرتبطة بالحاسوب. إذن أبحث مع أفراد أسرتي وأحدد بعض أسباب اضطراب التنفس لدى الإنسان. نعم، إذن ومن بين هذه الأسباب تأثير التلوث على الجهاز التنفسي، وهو موضوع حصتنا المقبلة إن شاء الله. انتهت حصتنا، شكرا على حسن انتباهكم، ولا يفوتني أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير لكل السيدات والسادة المشرفين على هذا التكوين عن بعد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.